بي الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع. أستاذ أكرم أهلا بيك معنا. أهلا وسهلا. أستاذ أكرم، بداية يعني ما يعني أهم ما تم النهاردة في المباحثات وأهم الملفات اللي تم التطرق ليها من خلال النهاردة اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الفيديو كونفرنس مع رئيس وزراء اليونان؟ يعني هو طبعا علاقة مصر واليونان مستمرة، وفي يعني تقارب وتنسيق استراتيجي دائم من مصر واليونان وقبرص في قمم انعقدت في القاهرة أو في اليونان أو في قبرص، وفي تعاون مستمر تجاري واقتصادي وسياسي وتنسيق سياسي خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية ونقل الغاز والطاقة والبحر المتوسط. يعني الدائرة المتوسطية المصرية مهمة، وبالتالي اليونان وقبرص جزء مهم من هذه الدائرة. طبعا العالم بيشهد تحولات مختلفة، ودي جزء مهم من المناقشات بالفيديو كونفرنس. لكن كمان الحقيقة علاقات الربط الكهربائي دي مهمة جدا، لأن الربط الكهربائي بين مصر واليونان يعتبر ربط كهربائي بين مصر وأوروبا، سواء في تصدير الطاقة، في نقل الطاقة، في التنسيق المختلف فيما يتعلق بالغاز نفس الشيء، فكرة الاستثمارات اليونانية في مصر أو التعاون المصري مع اليونان، التبادل التجاري، يعني كلها قضايا مهمة، وخاصة وإنه مصر بتوسع من استعداداتها لكاب 27 قمة المناخ، وأصبحت قمة مهمة جدا تأكيد بتتعلق بالهيدروجين الأخضر، بالطاقة المتجددة، بقطاعات تغير المناخ، بأهمية مواجهة تغير المناخ ودور أوروبا في هذا الأمر. كل دي قضايا الحقيقة مهمة. في اتفاقيات ثنائية أساسا موقعة في اتجاهات مختلفة، يعني بين مصر وقبرص واليونان ضمن الشراكة الاستراتيجية، وده جزء من علاقة مصر كمان بالاتحاد الأوروبي في هذا السياق. أستاذ أكرم، إزاي بتقيم تطور العلاقات المصرية اليونانية وأفاق التعاون يعني بينهم، خاصة في إطار الدور المصري لتعزيز آليات العمل المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات اللي بتواجه المتوسط؟ يعني بالتأكيد مصر أولا دوائرها الاستراتيجية مهمة، الدائرة الأفريقية، الدائرة الأوروبية، الدائرة المتوسطية، ودي دائرة أحياها الرئيس عبد الفتاح السيسي الحياة والدولة المصرية مؤخرا. فطبعا جزء مهم جدا من هذه الدائرة الدول الدائرة المتوسطية، مصر تعتبر جسر بين كافة قارات العالم، بين أفريقيا وآسيا من ناحية، بين العرب من ناحية، ومع أوروبا. ففكرة يعني التعاون الاستراتيجي مع مصر، بين مصر واليونان وقبرص، يأتي في هذا السياق، ويأتي ضمن يعني سياسة مصر الخارجية تقوم على الشراكة والتعاون وعلى التنسيق المتبادل وعلى طرح الأفكار والمبادرات المختلفة. وزي ما أنت أشرت، في أحداث النهاردة بتحيط بالعالم، وبالتالي من المهم أن يكون في تنسيق مشترك مع شركائنا الدوليين بشكل أو بآخر، بالإضافة طبعا للتعاون الثنائي والعلاقات الثنائية. فده جزء مهم، لأنه العلاقات بين مصر وقبرص واليونان بتنمو بشكل دائم، وفي لجان مشتركة، وفي تعاون وتبادل زيارات، في تبادل دائما للآراء. علاقة مصر بالاتحاد الأوروبي في جزء منها بترتبط بيه مع اليونان وقبرص. كل دي قضايا الحقيقة مهمة، والعلاقات بتنمو بشكل صحيح. علشان كده كمان النهارده من خلال الفيديو كونفرنس كان يعني متواجد ايضا رئيس بنك الاستثمار الاوروبي. طبعا، لانه يعني العلاقه بين مصر واوروبا او مصر اليونان وقبرص من خلالهم ونحو الاتحاد الاوروبي، العلاقه بين مصر والاتحاد الاوروبي الحقيقه بتنمو برضه بشكل جيد في سياق التنسيق والتعاون والشراكه. فده مطروح في هذا الامر، يعني كل القضايا، قضايا المناخ، قضايا التعاون، قضايا الاستثمار، حتى القضايا الدولية والسياسية مطروحة بشكل كبير في هذا الأمر. يعني الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس تحرير ورئيس مجلس إدارة اليوم السابع، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال.